فهذا الفكر اليميني المتطرف فرنسا. أنا لما رحت فرنسا سنة 80 للإقامة كنت بزورها كتير، لكن رحت للإقامة، كانت بداية هذا الفكر اليميني المتطرف. واحد اسمه جان ماري لوبان، حضرتك أكيد سمعت طبعا. أكيد طبعا سمعت عنه. أنا أعترف إنه قلت ده كلام فارغ، وبعد 10 سنين ملوش تأثير وسيختفي، والفرنسا الشعب الفرنساوي أعمق فكره وأعمق من هذا. للأسف أنني كنت مخطئا، وإن هذا الفكر النهاردة لأول مرة هذا الفكر قد يصل إلى الحكم. بنت ماري لوبين ده ما هو هو ده والدها عقربها بتخلف هي تعباني خلف عقربها في الانتخابات القادمة سنة 27 قد تكون رئيسة لفرنسا. ودي هتكون، لكن لها تجربة في الانتخابات قبل كده، كان لها ايوه هي دلوقتي عضو دخل الانتخابات واصبح ليها مش فاكر الرقم، لكن الرقم كبير بتاع 70 نائب. انت متوقع في انتخابات 27 يمكن انتخابات رئاسية رئاسية يمكن ان تصل للحكم لأول مرة في خوف ان تصل للحكم. هي اليمين بتاعها، ما انت عارف انه تعرف فكرة اليمين واليسار دي جاية منين؟ من الثورة الفرنسية. لأن اللي كانوا مع الملك كانوا يقعدوا على اليمين، سموهم يمين. واللي كانوا ضد الملك يقعدوا على الشمال. ما هنا ليها حكاية لطيفة عندنا، لما الخديوي إسماعيل عمل البرلمان فقالوا اللي مع الخديوي يقعد يمين واللي معاه يقعد شمال، فكلهم قعدوا يمين. ما بقاش في شمال. بالظبط، ما بقاش في يسار.